ناخذوا شكون اللي ربح معنا. سينو مازلنا نحكي موزيكا، نحن توا يحضروا بحضنا جروب دي موزيكا. الجروب اللي اليوم عندهم حفلة في سنتر كولتوريل انيابوليس نابل ابارتيغ من 7 متاع العشية. تحضر بحضنا موني بن ضياء شانتوز. عسلامة موني. عسلامة، مرحبا. شنو حوالك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. كيف كيف معنا اريج دغيس. فوالا اريج، مرحبا بك. عسلامة، شنو حوالك؟ سابا الحمد لله. لبي. مرحبا بكم معنا. دونك نبدا معاك موني، جروب دي موزيكا ليها عامين الجروب هذايا. احكي لي من الاول كيفاش جات الفكره ومتاع الجروب وانكم اسستوه، كيفاش لقيتوا بعضكم؟ من الاول بدات الحكايه معناها بغرام بالطبيعه. بدا امين ديماسي اللي هو الشيف الكبير تحيه كبيره ليه من خلف الكواليس. هاوك امين قاعده. دونك كيما قلت لك بدات الحكايه بغرام كبير. دونك قلنا علاش ما نعملوش ايكيب صغيره من الاول تبدا بالشون الناس المغرومين، ومن بعد كبرت بشويه بشويه الحكايه لولات ديكور نتاع ميوزيك وبرشا برشا برشا حاجات مزيانه فيها. وبعد عملنا دي سبيكتاكل كبار وفما الانسترومنتال فما الشون فما برشا حاجات في الميوزيك معناها. فوالا شنو هي الستيل موزيكا اللي تغنيه بالضبط؟ فما في كل شيء في دي موزيكا، فما الغربي فما العربي فما كل شيء، حتى لي انسترومون برسك فما كل شيء. فوالا ما زلتوا صغار البنات، خليني نتعرف عليك اريج الساعه. اش تعمل في الدنيا؟ قداش عمرك؟ كيفاش كان غرامك بالموزيكا؟ احكي لي. عمري 20 سنه ومغرومه بالموزيكا من صغيره وديما نغني هكا ندندن وحدي في الدار وكل. و بون كي ولا عنا دي موزيكا ولينا معناها انا ديفلوبي تالون اللي عنا الكل ونغنيو مع بعضنا ونعملوا جو معناها. وانت منى خلينا نتعرف عليك. انا ملي انا صغيره بابا ديما مغرمني بالموزيك. دونك ديما يسمع الاغاني القديمه وانا نحفظ معناها، هو اللي غرمني اكثر وعلمني هو ملي انا صغيره الصوت يغني زاد ابوك ميلا شويه شويه. بعد في المكتب عندي نستي ايناس هذه زاد كانت مغرومه بيا علمتني شويه غناء. ومن بعد كبرت الحكايه مشيت للكونسيرفاتوار عملت انسكريبسيون في دي موزيكا وهكاك معناها كبرت الحكايه وزدت تغرمت اكثر واكثر. وجونكوراج اي حد بالرسمي عنده تالون انه يخدم عليه ويكمل. فوالا اي فوالا ما يقفش معناها، مش عنده تالون سي بون معناها لازم يقدم. لازم يدخل في دي كلوب يشوف اي حاجه معناها تموتيفيه سورتو من الصغرى. الصغرى يبدا اي محلاها كي تبدا تعمل في الحاجه اللي تحب عليها وتوصل في الاحساس اللي تحب عليه وتوصل في الميساج اللي تحب عليهم. من البدايات نتاع الجروب اريج كيفاش كانت من الاول؟ والله بدينا شويه احنا اصحاب تلمينا هكا بدينا نغنيو بشويه بشويه لين بدينا نتعرفوا هكا بشويه اللي فما كلوب دو شون وكل واحد يقول لاصحابه وتو تبارك الله ولينا جروب كبير ونتلموا نهار في الجمعه نعملوا فيها الجروب. فانتين هكاكا كل مره نزيدو حاسيلو اي اللي حاب يجي مرحبا ولا اللي عنده الموهبه علاش لي. دونك فوالا علي جروب جون محليهم جروب جون. وانا كي شفت شنو باش يقدموا اليوم معناتها حاجه مزيانه برشا اللي هي نوستالجيك بالنسبه لممكن الجينيراسيون خاصة نتاع الثمانينات والتسعينات اللي معناتها لزاني 90 موسيقى بنينة برشا. اليوم باش تكون حاضرة في المركب الثقافي نيابوليس بنابل 7 متاع العشية يظهر لي السبكتاكل يبدا مع وليدات صغيرات هكا صغيرات في العمر ممكن اما تالون موجود الموهبة موجودة. كي نشوف يعني جون قدامه آلة عظيمة وآلة كبيرة برشا اللي هي آلة القانون. عبد العزيز تحية كبيرة لي قال لي مانيش باش نحكي أنا باش نعزف هكا. ما يسالش ما يسالش. آلة القانون ماهيش آلة سهلة. ماهيش سهلة جملة. يعني آلة عظيمة آلة بالحق معناتها اليوم نادرا أنك تلقى شكون يعزف على آلة القانون خاطر ما يمشيولهاش برشا خاطر يعرفوا اللي هي صعيبة ياسر الآلة هذه. حاجة حلوة برشا حاجة باهية بالنسبة للجوناس الموجودين لهنا في جهة نابل وميم طون يعني الأفكار وال معناتها ils sont créatifs يعني كي يرجعوا معناتها لي زاني 90 سورتو وكل الفتره ذيك والموسيقى البنينه هذيك وجيل الذهبي فوالا. دونك حاجه باهيه نجم كان نشجعوهم ونزيدوا معناتها بالحق ندعموهم وماذا بينا كان نسمعكم زاد معناتها تغنيونا اي على الاخر زاد انا ماذا بيا شكون باش يغني قولوا لي الزوز باش تغني وعبد العزيز على القانون اي تفضل عبد العزيز شنو الغنية عيون القلب عيون القلب نجد صغيرة بداوة عيون القلب
شيء يعطيك الصحة. محلي صوتك أريج ومحليها الأغنية اللي غنيتها عيون القلب سهران. اي محليها محليها. دونك هذا الستيل نتاع الأغاني اللي تغنيوه معناها ولا فما أغاني ريتمي؟ والله احنا نعملوا حاجات فاريي دونك نغنيو الريتمي نغنيو طربيات نغنيو برشا حاجات. داكا والسبكتاكل هذايا سوف معناها حاجات اللي سمعناهم في لي زاني 90 رغبة علامة وائل كفوري ذكرى عبد الوهاب حاجات هكاك. ما بين الاغاني اللي باش تغنيوهم اليوم اعطيني فكره. والله باش نعملوا دي كوكتيل كوكتيل شرقي وكوكتيل تونسي. في حاجات مثلا كوكتيل تونسي في حاجات نبيها كراولي كيما خلي بيها ولا بيها شفتك مره متعدي باش حاجات تري بيان. سينو اريج معناها الجروب هذايا وين تحبوا توصلوا بيه؟ شنو طموحاتكم في المستقبل؟ اعطيني فكره. بالنسبه للموزيكا هذايا تسمى الويتيم سبيكتاكل باش تعمل حبينا يكون سبيسيال شويه معناها لي زاني 90 كل شيء فيه سبيسيال بلوتو ارتستيك وزايده اكثر منه ميوزيكال وحبينا نقدموا معناها اكثر كل مره نعملوا حاجه جديده كل مره ستيل جديد باش تعرف اكثر الكلوب معناها اللي هو بالحق فيه موسيقى بنينه على الاخر واكثر من انه يكون في نابل كهو نزيدوا نقدموا به اكثر علاش لا في تونس الكل معناها واللي عنده فروع معناها واكيد دعوه للجان الكل اللي يحب يلتحق بدي موسيقى علاش لا موسيقى مزيانه والموسيقى تفرهد على الاخر زاد نحبوا نسمعوك نحن منى شنو باش تغني لنا بالي معاك بالي معاك اغنيه مزينه برشا زيدا نبداو حبيبي
حلالي يعطيك الصحة موني. برافو برافو صوتها مزيان عليا. اي محلاهم وسورتو معناتها كما قلت انا صغيرات ويعني النوع نتاع الغناء هذا مو سهل خاصة في الأداء صعيب معناتها صعيب برشا. بون كوراج بالتوفيق لكم سورتو اليوم دعوة يعني للناس اللي تسمع فينا باش يمشيو يتفرجوا في السبكتاكل هذايا سبكتاكل هو نوستالجيك خلينا نقولوا نكون رجع حتى استنى فيهم حاجه مزينه على الاخر سورتو نحيو الغبره نتاع لي زاني 90 وعلاش لا نرجعوا شويه هكا بذكريات. وبالمناسبه نحب نحيي مسيو حسين زقزين اللي هو باش يجي ضيف معنا اليوم باش يغني كوكتيل القاسم الكيفي باش نعمل اوماج القاسم الكيفي دونك باش تكون زاد ان شاء الله سهره مزينه على الاخر. ومرحبا بكم ناس الكل نجموا نلتحقوا انا وعلي بالكلوب ما تعرفني مغرومه بالغنين اما على غالب صوتي مش مزيان علي مش بالضروره يكون صوتك مزيان معناها ما تجيش ليه نورمال عادي تنجم تجي تعمل انسترومون كان الحبيبي نتاعي ديفولمون هو ابخي تو فوالا انا نتمنى لكم برشا نجاح وبرشا توفيق ان شاء الله نذكروا لي سبيكتاكل يوم ابارتيغ من 7 نتاع العشيه مازالوا تيكل موجودين وي التيكي سون ديسپونيبل في سنتر كولتور مشيت بشوي بشوي وجونكوراج دالي جون الكل ابري تو معناها هو ديفولمون حاجه مزيانه على الاخر تنحي لك ستريس وفوالا كيف كيف اريش انا اول حاجه نحب نقدم تحيه للجروب دي موزيكا الكل 12 عازف و 18 نفوا ان شاء الله باش يكونوا معاكم الليله ونحب نقول اللي دي موزيكا من احسن لي كلوب اللي عندنا وماذا بينا نكبروه بشوي بشوي وعليش لي مرحبا بكم بحذينا الكل وكا هكا هاو ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق. علي عندك ما تقوله؟ لا نحب نشجعهم جوست ما تنقول لهم بون كوراج بالتوفيق وان شاء الله معناتها الكلوب هذا يشع حتى البره من نابل ما يقعدش كان في نابل لهنا ان شاء الله نشوفوه على نطاق وطني وعلاش لا تخرجوا حتى من تونس شويه خاطر الطموح يعني لا حدود له ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وتحيه الامين زيد اللي ناشط تبارك الله انا امين نعرفه دي زاني توا وتبارك الله عليه ديما ناشط وديما حاضر في لي زيفينمون ويشجع على اي حاجه كولتوريل حبيناك تكون قاعد بحضنا امين مره جايه ان شاء الله. عبد العزيز زيد ميرسي وبون كوراج وان شاء الله بالتوفيق ومن حسن الى احسن ان شاء الله نشوفوك احسن عازف في تونس ان شاء الله. علاش لي ان شاء الله. فوالا مرحبا بكم معنا جروب دي موزيكا نحن مازلنا معكم في العشيه للسته نتاع العشيه راجعين بعد شويه نكملوا مع شاكيرا وريانا.